من ورا مكتبك. على فكرة مش مكتبي لوحدي، في ثلاث معيدين معايا في نفس المكتب. يا ستي بكرة يبقى عندك مكتبك لوحدك إن شاء الله، ويبقى عندك سكرتيرة كمان. والله يا أحمد مش عارف، يعني مش عارفة أركز إزاي في الكلية مع المشاكل اللي في الدار دي. بس أنت أكبر من المشاكل دي، وديكي شايفة مازن اللي حاول يقتلك مرمي في السجن ومش هيخرج منه. ما تنساش إن ده أخو مراتك. أخو اللي كانت مراتي. يعني إيه؟ أنا طلقت ليه؟ إزاي طلقتها بسرعة كده؟ هي ما قدرتش تستوعب إني سجلت لها هي وأخوها من وراها، وهددتني وقالت لي لو روحت شهدت ضد مازن في النيابة يبقى نتطلق. وشهدت؟ شهدت طبعا. بصراحة ما قدرتش أتخيل إن مازن ده يخرج ويحاول يقتلك تاني. بس كده أنا بقى سبب في طلاقك؟ لا خالص، أنا جوازي من ريم كان غلطة، غلطة كبيرة كمان. أنت من غير ما تقصدي ساعدتيني إن أنا أحل الغلطة دي. أيوة بس أنا عارفة إنها حامل. ما عشان كده كانت فاكرة إن أنا أسمع كلامها ومش هقدر أطلقها. بس أنت هتستحمل إن ابنك يبقى بعيد عنك؟ أو يطلع يلاقيه بعيد عن أمه؟ لو فضل بينا إحنا الاتنين هيتعب أكتر، وكده كده هنتطلق في الآخر. أنا مش عارفة أقول لك إيه. ما تقوليش حاجة، ادعي بس التهمة تثبت على مازن ده واللي معاه، عشان بعد كده محدش يفكر يقرب لي.